حكم لبس الذهب المحلق للنساء. يا أبا عبد الرحمن، لا مانع من لبس الذهب المحلق، لا مانع من أن تلبس النسوة الذهب المحلق، وجل الذهب على عهد الرسول كان محلقا، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا خلافا لبعض علمائنا المعاصرين الذي ذهب إلى تحريم الذهب المحلق على النساء، وذاك رأي مطرح وشاذ بلا ريب. ولي رسالة في هذا الصدد اسمها المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، وقد كانت عائشة تلبس الخواتيم العظام.